طبعا اتحاد بلعباس سيقول لا، على الاقل في الربع ساعه الاول محاولات ضغط والخطا، تقديم الرجل الخطا كان واضح من سيدهم، ربما البطاقه الصفراء الاولى ولا التدخل كان واضح. ثاني مباراه الافتتاح الجوله الثامنه اليوم، امس كانت هناك راسيه بعيده ثم اللقطه ثابته، يعني فريق بلعباس يعني نقص في التركيز، قد تكون ملعوبه بين احضان الحارس باتجاه الزاويه البعيده، لكن الحارس طوال قراءه ممتازه، لا مالي ترجع للدفاع خالي يحاول الضغط عليه من بلالي، الخطا الضغط الموجود على الفريقين بلالي وبطاقه صفراء هي الثانيه في المباراه. هناك احتجاج كبير من لاعبي شباب بلوزان على الحكم السيد بوزران، ربما فيه بطاقه صفراء اخرى الحمراء في وجه من هل هي لربيع؟ لقطة جميلة من هناك جانبي اودو، اول كرة واول فرصة لشباب بلوزداد واودو، خاصة الكرات العالية، وهذا شيء طبيعي لما تشوف انت شباب بلوزداد، يعني الرجوع يعني لا ريكونفيرسيون، لا وجود لوضع التسلل من هناك، خطيرة الكرة، غريبا يقدم كرة ممتازة، قدم هدية كبيرة جدا بالغ، أخطأ التقدير، بينية فهم بوعزة يحاول خطيرة، فهم بوعزة يحاول خطيرة ولكن الدفاع والتسديد، لقطة من أروع ما ردت فعلا يدي بين يسرى ولكن جانبية على مرمى الحارس طوال، وهذا هو الشيء اللي كنت تكلم عليه جمال، لما تشوف النياطي في الموقع اللي راه موجود فيه تسديد لازم تكون مسانده، يعني لاعبي الارتكاز هما اللي راح يجيبوا الاضافه في الهجوم، خرجت ام القائم بالطبع كان جميله، لعبه قويه القائمه ام خرجت؟ لا القائم اميري الان في هذه الكره يغير مباشره، لا وجود لوضع التسلل من هناك، الانطلاقه انطلاقه جيده على اليمين، يحضر كرة ثابتي خطير ثابتي، يسجل في مرمى الحارس بوقاسم وشباب بلوزداد ثابتي في الدقيقة 86، صار اتحاد بلعباس، التحضير الجيد التحضير الجيد، ولكن قلت لك جمال العمل البدني راح يجعل